السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان يكون اول حلقاتنا هتعجبكم وتحوز على اعجابكم. احب اعرفكم الاول بنفسي، انا طارق علي اخوكم مهندس كهرباء. كان جالي مسجات، يعني كان طالبين مني ان انا ايه ازاي نتعلم نقرا دروينج، فانا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده ان شاء الله عشان نبتدي نتعرف ازاي نقرا التكنيكال دروينج. طيب مبدئيا اول حاجه لازم نعرفها ان هو التكنيكال دروينج عشان تقراها يبقى لازم حضرتك تتعلم الكي بوينت او الحاجات الرئيسيه اللي نقدر بيها نقرا اي دروينج عندنا. طيب عشان نتعلم نقرا دروينج ده، لك ان تتخيل ان حضرتك اي طفل بيروح المدرسه اما نيجي نعلمه القرايه، هو بيتعلم ايه في الاول؟ بيتعلم الالف ب ت او اي بي سي دي او الاي بي سي دي، بيتعلم الفونكس بتاع الكلمات، بعد كده بنعلمه كلمه ازاي يقرا كلمه، بعد كده كلمه مع كلمه ازاي يقرا جمله، وبعد كده يقرا حضرتك الكتاب كله. فلازم نعرف الخطوات الرئيسيه او الحاجات الاساسيه اللي نقدر بيها نقرا اي دروينج في الدنيا. الدروينج اهميته، حضرتك لو ما عرفتش تقرا دروينج مش هتعرف تشتغل خالص. ودي زي تخيل ان حضرتك مثلا رحت مكان ما تعرفوش، مجهول بالنسبه لك، فبكل بساطه احنا بنفتح جوجل ماب دلوقتي ونعمل سيرش على المكان اللي احنا عايزينه ونمشي على جوجل ماب، في جي بي اس بيشتغل ويورينا الطريق. لو انا ما بعرفش اتعامل او استعمل الجي بي اس او اتعامل بجوجل ماب او كمان اقرا خريطه، فانا مش عارف اوصل المكان. هي نفس الفكره بتاعتنا، لو ما تعرفش تقرا دروينج مش هتقدر تعمل تحل مشاكلك او تعمل ترابل شوتنج، تعمل ايزوليشن، تعمل اي اكتيفيتي حضرتك بتعملها، فوات ايفر البروجكت مانجر او البروجكت انجينير او التكنيشن اللي شغالين في الانستليشن مش عارف يعمل انستليشن لو ما بيعرفش يقرا الوايرنج دروينج بتاعه. طيب يبقى دي اهميه الايه حضرتك الايه التكنيكال دروينج، احنا لازم نتعلم نقراها. طيب التكنيكال دروينج انواعها ايه؟ انواع التكنيكال دروينج عندنا كتيره جدا، يعني تكنيكال دروينج ممكن تكون سنجل لاين دروينج، ممكن تكون سكيماتيك دروينج، ممكن تكون وايرنج، الجنرال ارنجمنت دروينج، البي اي دي بالنسبه للانسترومنتيشن، البي اف دي اللي الناس بتشتغل في الاوبريشن، الكوز اند افكت، الهوك اب دروينج، انستليشن دروينج، اسمبلي دروينج. في انواع كتيره من الدروينج، ولكن كلهم اوفر هول اساسهم واحد، البيز بتاعها واحد، ازاي نقرا ايه الدروينج. طيب عايزين نعرف دلوقتي الدرون دي اهميتها ايه؟ يعني احنا دلوقتي مين بيشتغل بالدرون ده؟ هل بس الناس اللي شغالين مثلا في الصيانه؟ هل الناس اللي شغالين بس في البروجكت؟ هل الناس بتوع الديزاين بس هم اللي همهم دروينج؟ لا، حضرتك اهميه الدرون ده كانت تتخيل انا دلوقتي ببني محطه او ببني مثلا سب ستيشن، ففي السب ستيشن محتاج بتاع الديزاين اللي بيعمل لي الديزاين بتاع السب ستيشن حسب الريكويرمنت بتاعتي، فهو لازم يكون عارف، طبعا هو اللي بيعمل دروينج، عارف يقرا دروينج. طيب بيجي بعد كده الناس بتوع البرشيزنج او الناس بتوع التندرنج اللي هتنزل التندر، بتبتدي تعرض الكلام ده، بتطلع الكوانتيتي والريكويرمنت بتاعتها من الدروينج وتبتدي تحطها في تندر، تكتبها ويبتدي ينزل بيها تكنيكال اوفر ايه بتاعنا. يبقى احنا محتاجينها في موضوع التندرنج ومحتاجينها في موضوع الديزاين. طيب هل إيه كده بنقف خلاص؟ طب الراجل اللي في السايت ده اللي هو بيعمل انستليشن وكوميشننج، هل هيعملها ازاي؟ يبقى محتاج يعرف يقرا الدروينج عشان يقدر يعمل الوايرنج بتاعه. طيب احنا حضرتك بكل بساطه اما نيجي نشتغل في الصيانه المينتس والاوبريشن، ازاي هنعمل ترابل شوتنج؟ ازاي هنعمل ايزوليشن؟ ازاي هنعمل سويتشنج بروسيجر بتاعتنا؟ كل ده يبقى بريفيل للدروينج. حتى اما نيجي نتكلم يقول لك ايه از بير دروينج، انا بعمل الشغلانه كذا كذا كذا. يبقى مراحل او اهميه التكنيكال دروينج عندنا بنستخدمها في كل مراحل التندرنج وفي الديزاين، وبنحتاجها في المينتس والاوبريشن، وبنحتاجها كمان في الكونستراكشن والالستريشن فيز بتاعتنا. لذلك يبقى الدروينج من الحاجات المهمه جدا، وعشان نيجي نقراها لازم في حاجه اسمها البرنسيبل دروينج او البريبريشن جنرال. الدروينج ده بيتعمل ازاي؟ طيب اول حاجه لازم نعرف السايز، الورقه اللي بتتعمل عليها الدروينج دي. السايز دي بكل بساطه في عندنا الايزو دروينج، قال لك قسم السايز بتاع الدروينج او الورق اللي بنرسم عليه ده لكذا نوع. عندنا حاجه الاي 0 والاي 1 والاي 2 والاي 3 والاي 4 والاي 5، وكل دي ليها ستاندرد بتاعنا والابعاد بتاعتها حسب ما هي موجوده عندك هنا، الاحجام الحجم بتاع الورق ايه وحجم ايه بتاع الاي 3 والاي 2 والاي 1 والاي 0. كل شركه او كل هيئه معينه بيكون ملتزمه مثلا بدروينج مقاسات معينه. احنا عاده بنلاقي معظم المنتشر عندنا الاي 3 دروينج، ونبتدي ايه نطبع على الاي 3. لو حاجات بتاعنا الكونستراكشن الكبيره جدا بتلاقي مثلا بتتعمل مثلا على الاي 1
او ساعات الاي زيرو بقى لو مشروع كبير خالص بيبتدي يعمل الجنرال لاي اوت للموقع كله عن طريق الاي زيرو. فبتختلف من ايه من شركه على حسب الريكويرمنت بتاعتي اللي انا طالبها في موضوع الدرون. يبقى اول حاجه بالنسبه لنا اللي هو الايه السايز. السايز ده مش هنختلف عليه، هي مقاسات معروفه. طيب تاني حاجه بيهمنا جدا، احنا طبعا بعد ما نتكلم الكلام ده هنبتدي ندي اكزامبل، بس هندي شرح بس الاول عن الاساسيات بتاعتنا، وبعد كده هناخد بعض الاكزامبل ازاي نقرا دروينج دروينج عندنا. طيب بعد كده في حاجه اسمها الكورنيت اللي هي الاحداثيات. ايه هو موضوع الاحداثيات دي؟ حضرتك احنا لما بنيجي نشتغل في اي دروينج بتلاقي حضرتك بكل بساطه اي رسم دروينج عندك كده بتلاقي عندك متقسم الورق عندك في تقسيمات فوق وتقسيمات على الجنب، في بعض الاحيان بتلاقي تقسيمات من فوق بس. طب ايه انواع الكوردينيتس بتاعتنا الموجوده؟ هم عندنا والله هم هقول لك هم حاجتين بس الموجودين، حاجه اسمها الباند ديفيجن، تمام؟ يعني انت لو بصيت هنا هتلاقي هنا متقسم 1 اي وبي 1 2 3 4 فوق واي بي سي، ممكن يختلف هنا ساعات يكتب 1 2 3 4 وفوق هنا الاي بي سي. هنا مقسمها دي مسميها الاحداثيات الايه الدرونج بتاعنا، وادي مثلا حجم الدرونج بتاعنا او الشكل بتاعنا بالشكل ده وات ايفر اي 3 اي 4 اي 0 اي 1 على حسب. ولكن الايه الاحداثيات دي مهمه وهنعرف هي مهمه ليه بيبقى فيما بعد ان شاء الله تعالى. طيب ايه انواع الاحداثيات اللي بتتعمل؟ والله هم قال لك في يعني هم احداثيين بس مشهورين عندنا بنبتدي نشتغل بيهم، وبعض الدرونج اللي انا شفتها بلاقي فيه حاجات تانية، بس هنتكلم على الجنرال العموم اللي تقدر تساعدنا في البدايه ازاي نقرا الدرونج. قال لك بص حضرتك في عندنا حاجه اسمها السكوير ديفيجن وحاجه اسمها او الكروس ريفرنس وحاجه اسمها الباند ديفيجن. ايه السكوير ديفيجن دي حضرتك؟ احنا لو بصينها بكل بساطه قال لك سكوير ان انا بقسمها الورقه عندي لاجزاء معينه زي الشكل اللي احنا شفناه قبل كده. هتلاقي حضرتك انا مقسم هنا 1 و2 و3 و4 و5 وهنا بي A و B و C. فاما في equipment او في وراي محطوط في الجزء A0 ده او A1 ده بيبتدي اقول هنا موجود والله في النقطة دي وهيروح مثلا في ايه في 7 مثلا، النقطة دي خارجة من A1 هنا او جاية من 7 مثلا C، يبقى 7 C ننزل هنا 7 وال C هلاقي جاية من المنطقة دي ورايحة مثلا لواحد A هتلاقي هنا جاي مكتوب عليها 1 A. فبتختلف الايه الدرونج هو رايح فين وجاي منين، ودايما في عاده بيكتب رقم الشيت نمبر بتاعنا، وهنتكلم على التايتل او البلوك تايتل بتاعنا ده بيتكتب فيه ايه بالظبط. فده نوع من الاحداثيات سموها الايه الكروس ريفرنس بتاعنا، تمام، او السكوير ديفيجن، تمام. فانت لو بصيت هنا في اكزامبل قال لك هنا مثلا ايه هتلاقي ان الكونتاكت بتاع الكونتاكتور بتاعتي الكونتاكت مثلا واحد هنا موجوده فيه مثلا 01 على 2 سي. كلمه 01 دي يعني موجوده في شيت واحد، 2 سي دي هنروح مثلا الرسمه هنا هنلاقي 2 هنا سي هنا، يبقى هلاقي النقطه بتاعتي في المنطقه دي. لو بصينا هنا بكل بساطه قال لك هنا موجوده في 013 3 3 بي، فاحنا نروح ل 013 وعاده بيرمز للشيت، نروح نشوف الشيت بتاعتنا دي، بعد كده يقول لك 3 بي، فنروح نشوف هنا 3 وبي يبقى لها في الايه في المنطقه دي. دي موضوع الايه الكروس ريفرنس او السكوير ديفيجن. في بعض الاحيان بيبقى حاجه اسمها باند ديفيجن. باند ديفيجن بيلغي اللي على الجنب خالص ويبتدي يكتب اللي فوق بس، وتلاقي بالمنظر ده هتلاقي عامل كده، ده بنسميه الباند ديفيجن، تمام. والباند ديفيجن دي حضرتك هلاقي هنا في النقط بتاعتي ده بتاع مثلا سيركت بريكر هلاقي كاتب لي مثلا 011 ده شيت 011 مثلا ده رقم الشيت مثلا وموجود في الاي 4 في يبقى موجود هنا. لو 063 هلاقيه مثلا في الشيت رقم 3 موجود في شيت سوري الشيت رقم 16 هلاقي في المنطقه اللي هو 3 ولا الوضع بتاع النقط بتاعتي هتلاقيها في المنطقه دي. فده موضوع الايه الباند ديفيجن. فعندي بقى عندنا حاجتين بيقسم بيها اللوحه بتاعتي، يا اما بيكون سكوير ديفيجن او الايه الباند ديفيجن، تمام. طيب نيجي لموضوع مهم جدا من الحاجات المهمه جدا وهي اسمها الايه السيمبل. طيب ايه موضوع السيمبل ده؟ بص يا باشمهندسين احنا دلوقتي ما نقدرش يعني نقرا اي دروينج، احنا عرفنا الاول ان في دروينج سايز بتاع البيبر بتاعنا، وبعد كده عرفنا انه في حاجه اسمها الكوردينيت بتاعتنا، يا اما يكون سكوير ديفيجن او كروس ريفرنس او الباند ديفيجن. طيب اما عايز ارسم مثلا سيركت بريكر او ارسم كونتاكتور او ارسم الواير هرسمه كفيزيكال ولا اديله مثلا رمز ليه؟ طبيعي ان احنا لو شفنا الرمز ده هنعرف انه بتاع ايه؟ الوايرلس، تمام؟ لو شفنا الرمز ده هنعرف ان ده فيول ستيشن. ففي بعض الرموز اللي بتحدد لنا لا الرمز ده بيعني حاجه معينه، يبقى احنا لازم نكون عارفين ايه الرموز المستخدمه عندنا في الدروينج.
طيب الرموز بالنسبه لنا ايه هي؟ هل هي حاجه ثابته ولا حاجه يعني بيكون ليها ستاندر واحد ولا ليها كذا ستاندر؟